رجعنا لكم وبنبتدي يومنا كالعادة بفقرة الصحافة، وضيفتي النهاردة العزيزة الأستاذة أمينة خيري، الصحفية في جريدة الحياة اللندنية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازيك يا اشرف؟ أحداث متتالية في مصر، اليمن سبقتنا في النهاية، خلاص النهاردة بترشح رئيس توافقي. رئاسة توافقي، برضو توافقي هي عدوى اصلها فيروس، بس هي وتونس خلصت، واحنا يعني في الطريق ان شاء الله، ربنا يسهل. بنقلب السحلب. بس هي اليمن مش الوضع، مش يعني مش مش جيد مستقر قوي، قوي، وليبيا الوضع مش وليبيا جيد برضو مش خالص، مستقر. وسوريا طبعا زي ما انت عارف، ولكن تونس طبعا هي مشيت زي ما قلنا كده بخطى ثابتة، يعني استثمار التعليم برضو جاب فايدة هناك. تمام. كويس. عندنا 9 أخبار النهاردة من عدة جرائد مختلفة، بنبتدي من جريدة الأهرام صفحة أولى: النيابة تتمسك باتهام مبارك والعدل بقتل المتظاهرين. الشروق صفحة 3: العقدة في البرلمان، مصر تواجه كارثة تآكل الاحتياطي الأجنبي. المصري اليوم صفحة أولى: البرلمان يوافق على توصية لجنة الصحة بتجهيز طرق لنقل مبارك خلال أسبوع. الأهرام صفحة أولى: الأموال المنهوبة وخطة التنمية تتصدران بيان الحكومة أمام البرلمان الأحد. الشروق صفحة أولى: الإدارية العليا تدق أول مسمار في نعش شرعية البرلمان. الشروق صفحة أولى: ذكرى حادث كوبري عباس تتحول اليوم إلى مليونية الطالب المصري. ومن المصري اليوم صفحة أولى: المعتصمون يهجرون التحرير هربا من البلطجية. والشروق صفحة أولى: وزير الداخلية توعد الضباط الملتحين بالتحقيق والمحاكمة. المصري اليوم صفحة أولى: رفع التحفظ على أموال وأسهم حسن مالك وخيرة الشاطر في البورصة. أستاذة أمينة، طبعا محاكمة يعني القرن. القرن، وقربنا من الحكم في القضية. الأهرام صفحة أولى: النيابة تتمسك باتهام مبارك والعدل بقتل المتظاهرين. طبعا امبارح كان في تعقيب من النيابه العامه على الكلام اللي اتقال من قبل المحامين عن طبعا المتهمين، اللائحه كلها، الرئيس السابق ونجليه وحبيب العدلي وسته من مساعديه. طبعا الكلام اللي اتقال يعني اللي احنا كلنا ضحكنا لما سمعناه، ان الرئيس السابق ما زال رئيسا لانه هو لم يستقيل بطريقه يعني رسميه، وان هو ملوش اي علاقه بقتل المتظاهرين. طبعا الكلام اللي اتقال امبارح يمكن مش جديد من قبل النيابة العامة، ان طبعا من وحي الخيال ان الواحد يقول ما زال رئيسا، لان الشرعية الثورية حتى لو هو ما مضاش الاستقالة بتاعته، ولكن الشرعية الثورية اطاحت بهذا الرئيس وبهذا النظام، واصبح هناك يعني نظام جديد تماما يخلو من اسم الرئيس السابق مبارك. الكلام اللي اتقال كمان من قبل الدفاع ان الرئيس ليس يعني ضالعا في قتل المتظاهرين، لم يكن ضالعا في قتل المتظاهرين. طبعا هو طبعا ما نزلش بنفسه وصوب يعني تجاه المتظاهرين وقتلهم، ولكن مجرد ان هو كان قاعد حتى بيتابع ده من خلال شاشات التلفزيون ولم يعني يتحرك لوقف هذه المجزرة، ان ده في حد ذاته حاجة اسمها مساعدة سلبية، بمعنى ان هو ما خدش خطوات حقيقية. يعني طبعا الكلام كله، أزود كلمة واحدة بعد إذنك، زود كلمتين. قلتها كذا مرة، قاعد بيتفرج لمدة 18 18 يوم يوم، مش مثلا الناس بتقتلهم من ساعتين أو يعني من 3 ساعات، طبعا هو ده لا ال يعني 18 يوم المباشر، 18 يوم. ولكن يعني اذا عممنا الكلام ده، احنا بقى لنا سنين طويله جدا برضو اذا كنا نظريه الفرجه او المشاهده، ان اللي بيحصل في الشارع المصري متهيألي لم يخفى على احد يعني، ولكن دي قضيه يمكن فلسفيه شويه. طبعا كمان الكلام اللي اتقال ان عناصر اجنبيه هي اللي قتلت المتظاهرين، ان كان في عناصر اللي احنا سمعناه من حماس ومن ايران، على حد قول النيابه العامه ان كان في بعض هذه العناصر، ولكن ما كانتش بغرض قتل المتظاهرين قد ما كان الهدف الرئيسي بتاعها هي اطلاق سراح السجناء. سجنائها اللي موجودين في بعض السجون. وده طبعا احنا شفنا بعد ساعات قليله كان في بعض الاشخاص التابعين لحماس بيتكلم من داخل غزه بعد نعم ما تم يعني نعم هروبه. زي ما انت قلت بالظبط يا اشرف، دي محاكمه القرن، والمفروض ان احنا قربنا جدا يعني قاب قوسين او ادنى نعم زي ما بيقولوا من يعني النطق بالحكم في هذه القضيه، اللي بالتالي هي مش قضيه مصر بس، يعني هي فعلا قضيه العالم كله. طبعا ابتدت برضو الاقلام وابتدى الاعلام يتكلم، طب ماذا لو، وماذا لو طبعا بتحتمل الكثير من الخوف، ماذا لو حصل
مبارك على البراءة، ولكن احنا مش هنستبق الأمور طبعًا. ودعونا ايه نرى حكم القضاء هيكون. انا هنرجع تاني لنفس الموضوع ده في موضوع نقل مبارك للسجن ترى، انما خلينا نروح للشروق. صفحة 3، العقدة في البرلمان، مصر تواجه كارثة تآكل احتياطي الأجنبي. امبارح كان في جلسة سرية في مجلس الشعب، ولكن طبعا كان في بعض التصريحات اللي يعني صدرت عن هذه الجلسة، وطبعا انا شايفة ان دي جلسة مهمة جدا. يعني احنا كلنا بالتالي بنتابع جلسات مجلس الشعب، في البعض بيستمتع بيها على اساس فيها نوع من انواع يعني فيها شوية هزل وفيها شوية خطابة وفيها شوية يعني خطوات، الحقيقة لازم نقول انها خطوات يعني ايجابية. يعني فكرة عمل اللجان احنا كلنا بالنسبة لنا ده اشياء جديدة، ولكن امبارح هذه الجلسة السرية اللي هي بتتكلم عن الاقتصاد في مصر اليوم وماذا نتوقع غدا في ظل الارقام. طبعا محافظ البنك المركزي فاروق العقدة اتكلم عن موضوع حكاية الحسابات السرية اللي برضو بيتم تداولها في الإعلام، ودي مشكلة ان احنا بنتداول انطباعات اكتر منها حقائق، واحنا محتاجين حد مسؤول هو اللي يطلع يقول لنا الحقائق بالضبط، وبعدين نبتدي نكون اراء بناء على هذه الحقائق. فهو قال ان لم يخرج من الجهاز المصرفي اي اموال لم يتم تهريبها، ولكن هو كمان قال وده اللي مش مكتوب ان هو غير مسؤول عن بقى اموال تم تهريبها عبر موانئ او عبر مطارات. الحاجه الثانيه طبعا اللي هي مقلقه جدا حجم الاحتياطي الاجنبي اللي هي طبعا تآكل تماما، والكلام ده احنا كلنا بنتكلم فيه، ولكن بياخذه البعض ان احنا ده محاوله لتشويه الثوار والمتظاهرين ان احنا يا جماعه نهدى يا جماعه بتاع، ولكن هي طبعا دي بلغه الارقام احنا في مأزق حقيقي. واضح ان احنا ما بنف... يعني ما فيش اي خطوات لان احنا نعرف نشتغل او ناكل لحد دلوقتي. المصري اليوم صفحة اولى، البرلمان يوافق على توصية لجنة الصحة بتجهيز ترى لنقل مبارك خلال اسبوع. طبعا دي اللجنة الشهيرة جدا اللي زارت مستشفى الموجودة في ترى، طبعا في 2 مستشفى هناك، ولكن بناء على تقرير هذه اللجنة اعتقد ان هو تمت يعني البحث فيه وصياغته بطريقة محترمة، ان هذه المستشفى جاهزة لاستقبال الرئيس مبارك، وان في حاليا بعض يعني الإصلاحات في المباني بتحصل وملهاش علاقة على فكرة بتجهيزات المستشفى نفسها. وهي هتكون جاهزة تماما لاستقبال مبارك أو وأي حالة أخرى من الحالات الحرجة، لأن طبعا في مساجين كتير بيبقى حالاتهم الصحية حرجة وده بقاله سنين طويلة جدا، ولكن طبعا علشان ده في نوع من أنواع يعني مش هنقول معاملة خاصة، ولكن عشان ما نكترش الذكريات قوي، لكن اللواء منصور العيسوي كان أصدر أعتقد بعد ساعات قليلة ويمكن يوم أو حاجة إن هو قرار أو يعني رأيه ان المستشفى غير جاهز لاستقبال مبارك. واحنا كلنا عارفين برضو ان الوزراء نسبة كبيرة منه خصوصا في الحكومات المتتالية، ولكن القرار النهائي بيرجع لمين؟ لسه ما ده اللي انا بقول لك عليه، ان القرارات اللي احنا بنسمعها من قبل الوزراء كلنا عارفين ان هي مش قرار الوزير نفسه. واحنا بنتمنى ان دي تكون فترة انتقالية، ان احنا المجلس العسكري هو الذي يحكم البلاد، ونتمنى ان الفترة الانتقالية دي تنتهي بسرعة جدا وتنتهي في ميعادها تماما وتضع حد لكل. استاذ امينة نرجع للخبر تاني، انه مين صاحب القرار في الفاينل في ان هو يرجع ترى او يروح ترى؟ القرار الفاينل واللي الدكتور سعد الكتاتني قرر ان هو هيحيل هذا الملف وقرار لجنة الصحة الى الجهات القضائية، لان هي دي الجهة الوحيدة اللي ليها هو ليه القرار. القرار عند القضاء صحيح، وليست جهات اخرى. الشعب. لا لا مش مجلس الشعب، لجنة الشعب قدم انت عملت مجرد ان هي عملت اللجنه وشافت عشان تتاكد انه جاهز ان هو يتنقل لاستقباله. عظيم. الاهرام صفحه اولى، الاموال المنهوبه وخطه التنميه تصدران بيان الحكومه امام البرلمان الاحد. يوم الاحد ان شاء الله المفروض ان الدكتور كمال جنزوري هيلقي بيان امام مجلس الشعب. طبعا النقطه المهمه فيه هي الاموال المنهوبه اللي احنا كلنا بنتساءل ونضرب اخماس في اسداس، وبنسمع برضو اخبار متضاربه ان في بعض الدول الاجنبيه بتؤكد ان احنا لم نبذل او يعني لم نتخذ الخطوات اللازمه من اجل استعاده هذه الاموال، وبعدين بنرجع تاني نسمع بعض المسؤولين بيقولوا ان في خطوات. اعتقد ان بيان الدكتور جنزوري هيوضح حقيقة الموقف الآن. الحاجة الثانية اللي هي 4.7 مليار دولار المفروض ده
حصيله الفلوس اللي احنا هنتلقاها سواء من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او عظيم. بنك التنميه الافريقي. انا عايز افهم الخبر الجاي ده، الشروق صفحه اولى الاداريه العليا تدق اول مسمار نعش في شرعيه البرلمان. البرلمان. ده طبعا خبر مهم لان في انا مش سابقه فاهم. سنه 1987 واللي اشار ليها على فكره المستشار طارق البشري ان تم حل البرلمان بناء على حكم المحكمه الاداريه العليا ساعتها بان هذا البرلمان لم يكن شرعي، بمعنى ان كان البرلمان في هذا العام تم اختياره كله عن طريق القوائم ولم يكن هناك مجال لاختيار المستقلين في هذا البرلمان. وبناء على ده ان احنا دلوقتي عندنا كان نظام الانتخابات اللي هو التلتين والتلت، وحسب القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ان ده غير قانوني، بمعنى ان دلوقتي الانتخاب القوائم بالتلتين ده غير قانوني لان ده بيجور على حق المستقلين اللي هم الافراد من خوض الانتخابات والتمثيل في مجلس الشعب. طب وما عملنا ليه بقى؟ مش معنى ده يعني احنا لو بصينا في اللي عملناه خلال السنه اللي فاتت كان في حاجات كتيره ممكن ان احنا ما نعملهاش، ولكن احنا نقطع الطريق. فده من ضمن هيوضح الشروق صفحه اولى ذكرى حادث كوبري عباس تتحول اليوم الى مليونيه الطالب المصري. يعني طبعا النهارده يوم الطالب المصري وكان بيتم الاحتفال به في سنوات سابقه عن طريق يعني عروض مدرسيه و و ولكن طبعا السنه دي ليست كاي سنه. المفروض ان في بعض او يعني اعداد كبيره الحقيقه من طلاب المدارس الثانويه بالاضافه لطلاب الجامعات انهم قرروا ان دي هتكون مليونيه الطالب المصري اللي هي بتصب كمان في خانه الثوار، مطالبه باسقاط حكم العسكر وانهاء المرحله المصري الانتقاليه. اليوم صفحه اولى المعتصمون يهجرون التحرير هربا من البلطجيه. انا شايفه ان ده برضو خبر مهم لان اي حد بيعدي من التحرير اليومين دول بيشعر باسى شديد ان ده مش ميدان التحرير اللي كانت يعني الواحد بيشم فيه ريحه الحريه فعلا. طبعا تم الاستيلاء على الميدان من قبل عدد كبير جدا، مش هنقول بلطجيه عشان ده من الالفاظ يعني اللي بقت للتجاره، ولكن هو عدد كبير جدا من الاشخاص اللي هم واضح ان هم جايين هناك بسبب معين سواء تجاره فول طعميه سندوتشات كبده او كثير من الاعمال الحقيقه اللي تندرج تحت بند البلطجه. الشروق صفحه اولى وزير الداخليه توعد الضباط الملتحين بالتحقيق والمحاكمه. قصه غريبه جدا الحقيقه، كنت اتوقع من الضباط او امناء الشرطه ان هم يكلمونا او يفتحوا باب الحوار في شان عوده الامن وفي شان اعاده الهيبه مش الخوف الى شكل الضابط المصري او ضابط الشرطه المصري، خصوصا ان احنا بنعاني معاناه شديده جدا الحقيقه من طبعا الغياب الامني والضعف، حتى لو كان في وجود امني ولكن في حاله ضعف شديده. ولكن الحقيقه القضيه اللي كانت شاغله الاهتمام بالنسبه للبعض هي ان هم عايزين يطلقوا لحاهم، طبعا دي المفروض ان هي للاشخاص العاديين، هي حريه شخصيه ولكن المفروض قانونا ان ده بيحظر على افراد الجيش والشرطه. يعني نتمنى ان احنا بس نحرك المياه الراكده اللي هي بتاثر على حياتنا، يعني انا ما يهمنيش قوي اذا كان ضابط الشرطه بلحيه او من غير لحيه، يهمني ان هو يكون موجود. استاذه امينه انا فقرتي خلصت، لكن بالكلمتين اللي حضرتك بتقوليهم انه لازم الامور او الحياه تسير بشكل كبير، انا عندي هنا خبر بعد اذن سيادتكم ان انا اقوله، وهو انه مصريان يخترعان طائره تعمل بالطاقه الشمسيه بدون طيار. احنا محتاجين يا استاذه امينه ان احنا نبص لقدام. صحيح. محتاجين نبص لمصر لقدام طبعًا. ومستقبل مصر والمستقبل مع شبابها. دول على فكره طلاب في جامعه مصريه اخترعوا طياره بتطير وممكن تحط فيها كاميرا عشان تراقب، ودلوقتي بيعملوا مجهود كبير ان هم يطيروا الطياره دي لمده 6 ساعات وتبقى في حاجه مستوى اكبر. اتمنى ان احنا نبص هزود على لقدام. حاجه الخبر اللي انت بتقراه من صفحه داخليه صفحه 25 وفي مكان غير مرئي تماما. تمام. ده مكانه كان الصفحه الاولى. استاذ امينه خير الصحفيه في جريده الحياه اللندنيه، شكرا جزيلا لحضرتك. انا بشكرك مسيا اشرف. اسف للمخرجه ان انا طولت. فاصل وراجعين.